يبدع الجندي العراقي السابق رضوان الحسناوي في صنع نماذج مصغرة تجسد ذكرياته خلال الصراع والبقاء على اتصال مع المرحلة العسكرية من حياته، ويقول إنه يريد أن يعبر عن الوفاء لرفاقه من خلال تلك النماذج التي تسمى ديوراما، وتصور تلك النماذج المصغرة مشاهد عسكرية من الحرب التي بدأت في 2003، ويستغرق في صنعها حوالي الأسبوعين. يكاد يكون من المستحيل عدم ملاحظة سيارة أجرة كاترينا بيلاندي بألوانها الزاهية ورسوماتها الكرتونية في مدينة فلورنسا الإيطالية. قائدة السيارة البليغة من العمر 53 عاماً تقدم خدماتها مجاناً لمرضى السرطان وخاصة الأطفال، وفاءً لشريكها ستيفانو الذي توفي في عام 2001 من سرطان الرئة، وهو المالك الأصلي لمشروع تاكسي ميلانو 25، والذي ورثت عنه أيضاً رخصة السيارة الأجرة. تستعد دبي أوبرا لتتحول إلى قاعة عرض خاصة لاستضافة العائلات والأصدقاء على موائد رمضانية خلال الشهر الفضيل، وتعاود دبي أوبرا القيام بهذا التقليد الذي بدأ العام الماضي واستمر لأسبوعين فقط. أما في هذه المرة تستضيف دبي أوبرا موائد الإفطار طوال الشهر الكريم، وترافق أجواء الإفطار ألحان عربية أصيلة تعزفها فرق عدة.